في تبة السلال الواقعة في صالة شرقية مدينة تعز وحيث تشهد المنطقة هنا مواجهات عسكرية بين ميليشيا الحوثي والجيش الوطني تدور أحداث أخرى أبطال معاناتها طلاب المدارس عبر هذه الطريق تسير حياة هؤلاء الطلاب يوميا يأتون من مناطق مختلفة وبأحلام متنوعة وكل ذلك من أجل التعليم من الخارج يبدو التكهن بمحتوى هذا المبنى صعبا، وعند الدخول يتضح كل شيء. هذا المبنى هو مبنى بديل للمدرسه الاساسيه التي نقلنا من المبنى الاساسي بسبب انه المدرسه تقع في خط النار. طبعا نحن ما نستطيعش الذهاب للمدرسه الان نحن ولا الطلاب ولا اولياء الامور واقعه بخط النار، طبعا اللي يمشي امام المدرسه خلف المدرسه يقنص من تبت السلال لذلك اضطرينا هنا حاولنا نجمع ثلاثة مباني بمكان واحد من أجل الطلاب يكونوا في مكان واحد لكي يضم عدد أكبر من الطلاب العملية التعليمية ليست في مأمن من الحرب حتى في هذا المكان العالي قناص ميليشيا الحوثي على بعد مئات الأمتار من هؤلاء الطلاب يمكنه في أي لحظة قطع الطريق أمامهم وتحويل وجهتهم الى الموت. يلزمهم فقط وضع بعض الاحجار على النوافذ ليتقوا بها نزوه القناص وشهوته للقتل العبثي. لهم زملاء كانوا قبل اعوام معهم في المقاعد ذاتها يشاركونهم مهمه الذهاب الى المدرسه والعوده منها ويقتسمون معهم جميع الحصص الدراسيه لكن قناص الميليشيا بحسب مرويات الاهالي اوقف هذه الرحله اليوميه فقد استشهد بعضهم برصاصه وأصيب آخرون نحن نعاني أصلا في نقص المدرسين ومنهم متغيبين فنحن حبينا نتطوع يعني مع مساعد مدير مدرستنا وهذا طلابنا ومن واجبنا أن نوقف معهم اسم المدرسة المدرسة. مدرسة عمر بن عبد العزيز في منطقة صالح طبعا الطلاب حتى هذو الطلاب لما يتحركون للمدرسة هذه مكانهم يعانوا من معاناة كبيرة بسبب الطريق من تعرضهم للقنص في طلاب قنصوا طبعا من قبل قد طبعا في تقريبا زياره لقناة بلقيس لقريه النقد وعرضوا بعض المشاكل انها ليست مدرسه نظاميه بل منازل سكان نازحين في مناطق اخرى اوقفوها لصالح التعليم ولم يجد المعلمون غير هذه الجدران ليكتبوا على وجهها معادلاتهم الرياضيه 23 مدرسا رسميا تابعا للحكومه وثلاثون معلما متطوعا قدموا إلى هذه المنطقة متوزعين على فرعين لتعليم ستمائة طالب المواد اللازمة ابتداء من الصف الأول الأساسي وحتى الثالث الثانوي بارتباك صغير ومخاوف أكبر تمضي حياة هؤلاء الطلاب نحو المستقبل وسط محيط مليء بمشاهد الحرب والدمار ولن تمحى هذه الأحداث من ذاكرتهم في المستقبل القريب